يوم الأحد في الرابع والعشرين من كانون الثاني بدأ أسبوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحية في الأرض المقدسة، وقد أقيمت الصلوات المسكونية في القدس والناصرة في عدة كنائس لمختلف الطوائف المسيحية. شارك المسيحيون من مختلف أنحاء الأرض المقدسة في القداس الذي أقيم على جبل التطويبات في منطقة الجليل احتفاء بذكرى الموعظة الأكثر شهرة في العالم. بمناسبة يوم الطفل الرسولي شارك عدد من الأطفال وذويهم في قداس ترأسه كاهن رعية اللاتين الأب فراسح جازين. الاضطهاد الذي طال المسيحيين في العراق وجد له صدى في قصص بعض اللاجئين الذين نزحوا إلى الأردن، حيث استقبلتهم الكنيسة المحلية وساعدتهم في بناء مستقبلهم.